وين ما لفينا بالاراضي السوريه كلها ارض بركه، فاليوم احنا حبينا نتبارك بذوي الاحتياجات الخاصه ونفهمهم انه الدنيا كلها بخير قلب واحد، وحبينا نيجي نفطر معهم مثل ما بيفطر واحد مع اهله، فحتى تكون مشاركه بين جميع الافراد. كلنا شعب واحد وسوريين وكلنا اسره واحده، فهذا المكان ما بيختلف بالنسبه لي عن مكان ثاني، هو له خصوصيه لانه الله يعينهم كذوي احتياجات خاصه، بس بعدهم هدول اهلنا يعني، هلا في منهم مالهم الله يرحم اهلهم، في منهم ذوي احتياجات خاصة، في منهم قاصرات، فهدول اللي احنا كمجتمع مدني او كرجال اعمال واجب علينا انه نوقف قدام كل انسان محتاجنا بسوريا. بهذا المكان بيسعدني اني اكون، لانه هاي البيئة اللي نحن هلا قاعدين معهم، العالم هاي العالم اللي الله سبحانه وتعالى هيك استفادهم بهذا الشيء، هذا من عند رب العالمين. انا بيسعدني اني اكون موجودة وشوف هدول، بالرغم انا بنجرح كثير، بس هيك ربك هيك رايد. رمضان شهر الخير، وانه دائما الاجتماع مع الناس، نشوف الناس بخير، يشوفونا نتواصل معهم. ممكن كمان انه بشكر كل القائمين على هذا العمل الخيري، لانه ضروري هلا نحن بحاجة لنكون إيد واحدة مع بعض نساعد الناس. دور المقترب الآن لازم يدعم بكل قواه وكل ما عنده وكل ما يملك وكل ثقافة وكل معلومات وكل مادية، لازم هو يدعم بلده، وأنا منهم.